يستمر معنا مراسل شرقية نيوز حسن صباح. حسن، انطلاقا من تقريرك، هل هذا يعني بالضرورة بأن تجارة المخدرات أو من خلال تعاطيها تنشط في البصرة وتروج؟ نعم، المخدرات في البصرة تنشط بشكل كبير وتروج بشكل أكبر، وهناك تجار استفحلوا في هذه المحافظة التي كانت تخلو من المخدرات، ربما كانت معبرا من إيران وأفغانستان إلى بعض دول الخليج، لكن الآن المخدرات باتت تنتشر بين الأوساط الشبابية، ومصدر هذه المخدرات بالدرجة الأولى هي إيران، وبالتحديد عبر الحدود المائية شبه المفتوحة مع الجارة إيران، وتتم عمليات التهريب عبر زوارق صغيرة كما وضحنا ذلك في التقرير. يعني من وجهة نظر البصريين، من يتحمل هذه المسؤولية على الحدود الإيرانية العراقية، ومن الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ يعني بحسب كلام القادة الأمنيين الذين بعضهم كان يمتلك الشجاعة وتحدث بشكل علني أمام الإعلام، والبعض الآخر ربما لا يمتلك الشجاعة ولم يتحدث أمام الإعلام، السبب هو القوات الموجودة في تلك المناطق. الأمر هنا ينقسم إلى قسمين، القوات الإيرانية التي تتمتع ربما بأجهزة متطورة وبكاميرات حرارية، والقوات العراقية التي لا تمتلك سوى زوارق بائسة بحسب قادة أمنيين، وأسلحة بسيطة هي سلاح الكلاشينكوف وسلاح البيكيسي، وهذه الأسلحة بالأصل هي ليس مخصصة للقوات البحرية أو القوات التي تتولى مهمة حماية المواطن، بل هي أسلحة قديمة أكل عليها الدهر وشرب، وهي أسلحة مخصصة للصنف المشاة في الجيش. أما الجانب الإيراني فبحسب شهادات أن الجانب الإيراني يغض النظر عن المهربين الإيرانيين الذين يغوصون في العمق العراقي، بينما يطلق النار بشكل علني ودون تردد على الزوارق العراقية. عملية التهريب تتم بالشكل الآتي، مهربون إيرانيون الحدود مفتوحة أمامهم بحسب شهادات شهود العيان الذين بعضهم تحدث والبعض الآخر لم يتحدث حفاظا على حياته الشخصية. الزوارق الإيرانية تدخل في عمق المياه العراقية حاملة المخدرات والسلاح، وتعطيها تسلمها لزوارق عراقية لمهربين أو لمافيات تهريب تنشط في تلك المناطق ولها نفوذ ولها سطوة وربما لها سلطة في المحافظة، وتتم عملية التهريب بشكل يوصف من قبل الصيادين بشكل أشبه بالعلني. طب هل من ضوابط رسمية انطلاقا من هذا الموضوع، هل تعرض أحد الصيادين إلى تهديد مباشر؟ هل هناك صور موثقة أو أقله فيما يتعلق بفيديو مصور؟ هذه التهديدات التي يتعرض لها بعض الصيادين العراقيين أو إطلاق النار أو عمليات القتل أو الاعتقال، هذه العمليات حدث ولا حرج يا سيدي الكريم، ولا زال بعض الصيادين محتجزين ربما في إيران، والبعض إلى الوقت القريب محتجزين في الكويت. هناك صياد أصيب بطلق ناري، صياد عراقي، وهو الآن يرقد في الكويت، وهناك مطالبات شعبية ورسمية بإطلاق سراح الصيادين. نعم، هناك حدثت قبل مدة بين شخصيات معروفة، حدثت حتى مشاكل عشائرية وإطلاق نار وحرق منازل، وبحسب المصادر الأمنية الخاصة بالشرقية نيوز أن هذه المشاكل وهذه الصراعات هي بين تجار مخدرات معروفين، باتوا يمتلكون النفوذ وباتوا يمتلكون القصور العالية، وهذه القصور ربما حتى على ضفاف في شط العرب معروفة وموجودة للتاجر الفلاني، وهم يعني مع الأسف الشديد يعني يدخلون إلى السجن وبعد شهر أو شهرين يخرجون من السجن بسبب أو بآخر. مراسل شرقية نيوز من البصرة حسن صباح، شكرا جزيلا لك.